السلام عليكم، مساء الخير الحي والسلام طيبين. جماعة، في الحين صار فكر عند بعض الشباب، لأن سمع قال الله وقال الرسول وسمع إجماع أهل العلم، قال أنا رأيي كذا وأنا لي أشوفه كذا، يعني كأنه يعني معلش يخرج من مسألة العبودية لله. إحنا عبيد لله، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. في شرائع الله عز وجل لسنا مخيرين، نحن مسيرين، نفعل ما يريدها الله سبحانه وتعالى. لا يقول قول الشيخ الفلاني كذا، قال الشيخ الفلاني. يا أخي أنت إمامك الشيخ الفلاني ولا إمامك محمد صلى الله عليه وسلم؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأنت تتبع. قالوا سمعنا وأطعنا، تسمع وتطيع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما مسألة الواحد يبعد عن الأقوال الشاذة، وهذا رأيي أنا واللي نشوفه كذا، ولازم تحترمون رأيي، محترمين رأيك الله يطول عمرك، لكن قال الله وقال الرسول هو اللي يمشي. يبدأ يقول أنا عقلا يعني كذا 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 اللي أشوفه أنه صح. العقول البشرية محدودة، محدودة التفكير، محدودة الإدراك، يعني ممكن أنها تشوف حاليا باللحظة هذه تشوف إيجابيات وسلبيات الشيء، ويمكن توقعاتها تصير ما هي صحيحة. لكن الله سبحانه وتعالى عندما شرع ما فيه مصلحة العباد، لأنه شرع بعلم، شرع بحكمة، شرع بتدبير. أما البشر فعقولهم يعني محدودة إدراكها، ولو كان يعني الأحكام وقال والشرائع تؤخذ بالعقول، كما قال الإمام علي لو أن الدين بالعقل لكان الأولى مسح الخوف أسفله أولى من أعلى، يعني بدل ما تمسح شرابك السنة واللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تمسحها من أعلى، كان أولى أن نمسحها من أسفل، لأن أسفل أن تمشي على يعني باطن القدم. فالدين ليس بالعقل إنما بالنقل. سبحانه وتعالى هو اللي شرع، يقول سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. تقييم الدين بما أمرك الله عز وجل اللي هو دين الله، وليس يعني الدين العقول البشرية. لذلك من الإيمان إذا سمعنا قال الله قال الرسول أن نقول سمعنا وطعنا. يقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مالك خيار، ما تقول هذا رأيي، ما تقول يا أخي أنت عبد لله، أنت عبد لله، هذه عبودية يا أخي. حتى بالعقل لو تجيب لك ثلاجة وتجي تفتح كتالوج التلفزيون ما يجي، تقول أنت ما تصاحي تفتح كتالوج التلفزيون عند كتالوج الثلاجة، ما يصلح. فالله سبحانه وتعالى هيأ لنا وشرع لنا من الدين ما في مصلحتنا الدينية والدنيوية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، يعني أنا أحبك أكثر من كل شيء، عيالي، أمي، أبوي، فلوسي، كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، لا تؤمن حتى أكون أحب إليك أكثر من نفسك. لاحظ ترى ما قال أقدم رأيك على رأيي، أو يعني مسألة الآراء، لأن مسألة الآراء ترى أقل شوي من الحب، والإنسان إذا صار يحب صار يطيع. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. عشان كذا يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. لا تقدم قولك على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقدم قولك على قول إجماع العلماء اللي يؤيده الدليل ويؤيده قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن شد شد في النار. آخر شيء مسألة التسليم لقال الله وقال الرسول إذا جاء، هذا مطلب حتى لو ما كنت أنك أنت تشوفه مو صح، حتى لو أنك ما تشوفه الصح لازم. أنا عبد لله، من عبد لله؟ فرأيت من اتخذ إلهه هواه أستجيب. النبي عليه الصلاة والسلام مثال أمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم، خلاص أنا أستجيب. طيب وش معنى يجي واحد يشوف رجع لي كلها لحم وكلها يجي يدخل، انا اشوف ان لحم الغنم اكثر دسم من لحم الابل، مفروض ان العكس، لان هذا مثال. لا انت تستجيب، عرفت فهمت علي، لازم تستجيب، لازم ما تقول لا انا اللي انا اشوفه كذا خلاص. احنا عبيد لله، ما اجي ادخل ارائي في قال الله وقال الرسول. هذا هو التسليم، هذه هي العبودية، هذا هو الاسلام، هذا الاسلام الاستسلام.
أنا ليش تكلمت في هذا الموضوع؟ لأنه يجيني رسائل كثير في السناب أو في الانستغرام في البث، كثير تشوفون قدامكم شباب بنات. أنا يقول ما أشوف فيه ضرر، إني ضريت أحد لما غشيت، إني ضريت أحد لما سمعت أغاني الحالي اللي قاعد أسمع، فهو ما يشوف فيه ضرر بناء على عقليته المحدودة، ما يشوف فيه ضرر. يبغى ينفي العبودية بسبب عدم وجود الضرر المزعوم، ما يشوف فيه ضرر. يبغى ينفي العبودية لأن ما يشوف فيها حكمة في هذا الموضوع، مع أن في حكم كثيرة لا يعلمها إلا الله، وإن أدركها أهل العلم وأهل الفضل فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعدم وجود الضرر أو عدم وجود الحكمة لا يلغي العبودية والاستسلام لله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام الاستسلام لله بأوامر وانتهاء النواهي. الفضل العمران اللي يشوف هالمقاطع هذه فيها نفع، فيها رد على من عنده مثل التصور هذا، يسلها له. أسعدكم الله.